الراديو 90 90 هواها مصر. على سهوة لاحظت في ناس كتير بتخلط ما بين الحب والرومانسية. انت خلاص ما بقتش تحبني. ليه بس يا حبيبتي؟ اصلك ما بقتش رومانسي زي زمان. الجملة دي بنسمعها كتير خصوصا بين المتجوزين، وبالاخص المتجوزين بقالهم فترة طويلة، سنة مثلا. الست بالذات بعد ما رجلها بتلمس ارض الواقع بتبتدي تكتر ذكريات الخطوبة ايام ما كانت هي بتحاول تجيب رجل العريس، وهنا بتحس بالفرق. عزيزتي الزوجة اطمني، هو لسه متنيل بيحبك، بس لازم تعرفي ان الحب حاجة والرومانسية حاجة تانية خالص. حب هو المشاعر اللي بيحسها الشخص ناحية اللي بيحبه، ودي بتبدأ سخنة وبتبرد مع الوقت زي أي طبق خضار. أما الرومانسية فهي المايكروويف اللي بنحط فيه طبق الخضار عشان يسخن تاني كل ما يبرد. كلمتين حلوين، عشوة لطيفة، هدية ظريفة. فكون إن جوزك ما بقاش رومانسي مش معناه إنه ما بقاش يحبك. الحب لسه موجود، طبق الخضار موجود، هو بس المايكروويف بتاعه مع الوقت عطل وما بقاش بيسخن زي زمان بسنة بحالها. فالحل هو إنكوا تصلحوا المايكروويف القديم أو تجيبوا واحد جديد. يا اما ارضوا بقى انكم تاكلوا طبق الخضار بارد ومجلد. على سهوة لاحظت ان ستات كتير بتشتكي من انها مفتقدة رومانسية عشان جوزها دايما يقول لها انا مش بتاع الحاجات دي، وده لان في ناس بطبعها رومانسيين، يعني مايكروويف وشغال تمام الله ينور، وفي ناس ما عندهاش مايكروويف ويدوبك شغال بوتجاز، وده بيطلع عينك عشان يأمر الرغيف فين وفين لما بيفتكرك بكلمة حلوة ولا بعشوة رومانسية. فما تجيش تشتكي دلوقتي، كان لازم تعرف ان الاول طلبك من وانت بتشتغل. بعدين يا حبيبتي الواحد مش ممكن يلاقي كل حاجة، عايز عريس عنده امكانيات ويعرف يجيب لك، يعني بنتكلم في دكتور عنده عيادة وبيشتغل في مستشفى خاص، او رجل اعمال عنده مصانع ومشاريع. لا ده هيبقى فاضي للرومانسيه ولا ده مايكروويف هيسلق لك حتى بيضه. ما هو الفكره مش مايكروويف وخلاص، مش كل مايكروويف زي التاني. لو افترضنا انك وقعتي على عريس لقطه ورومانسي عنده مايكروويف، يعني لازم تعرفي مايكروويفه قدره كام وات. ما هو في مايكروويف يعيش معاكي ويهريكي رومانسيه، وفي مايكروويف زي قلته والماركه بتفرق. في راجل مايكروويفه اتحاد اوروبي يعمل لك مفاجآت، كاندل دينر، شعر، غزل. وفي راجل رومانسيته صيني من بعد الخطوبة ويرمي. وأغلب اللي موجود دلوقتي رجالة برومانسية تصنيع محلي أو تجميع إندونيسي، يعني ده بيبقى شغال بس بيحتاج منك صيانة من وقت للتاني عشان مايكروويفه ما يعطلش، يعني محتاج منك تحفيز عشان رومانسيته تشتغل. ما هو الرومانسية ما ينفعش تبقى من طرف واحد، يعني ما ينفعش أعمل لك مفاجأة وياخدك يومين الساحل وتقعدي تطلعي له القطط الفلصة في الأوتيل، أو يعزمك على عشاء في ريستوران ويلاقيكي ضربة له بوز، ولا تقولي له مش قادرة أتحرك هلكت في شغل البيت والوقت طول النهار بيسهل. ساعتها ما تزعليش لو مايكروويفه قلب فرن بلدي نص آلي. ولازم تعرفي عزيزتي حواء ان الرجالة اصلا مش بيعرفوا يبينوا مشاعرهم بسهولة، وبيعتبروا المشاعر ضعف، وبالنسبة لهم الفتاة الرومانسية دي بنت مسهوكة والراجل الرومانسي ده واد نحنوح. وحتى انت احيانا لما بتلاقي الراجل رومانسي بتقولي عليه بتاع افلام وسهن ومحنتف وملزق. عزيز الرجل خلي دايما مايكرويفك شغال. عزيزتي المرأة حافظي على صيانة المايكرويف، وطالما ان مايكرويفه بيسخن طبق خضار ما تطمحيش انت بقى قوي انك تحشري فيه ديك رومي. على سهوة على سهوة.